السلامة على السلامة. مرحبا. مرحبا سيدي. ايه عيد عيد. تسوي يلا الو إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر ضواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط من عين حرودة أطنان من البطاطس الفاسدة. ميكرو سي حسن ممكن عطانا واحد الكلمه. شكرا لك. واخا قربنا اليوم يعني كتكملوا الخدمه ديالكم على حساب البطاطس الفاسده اللي طلقات عند السيد، قربنا اليوم شنو كديروا؟ شحال لقيتوا من تقريبا شي 4 طن؟ إتلاف ديال المواد فاسدة غذائية فاسدة وما بقاش صالحة للاستهلاك. كاين دابا هنا في هذه البطاطا الجوبة الطرف دابا كنديرو شارجيو كنديرو غادي ندوز للشركة عندنا في الشلالات عندنا البرويور كنديرو واحد البرويور غتطحن وتمشي للديشارج مباشرة للديشارج سميتو العربي مطرح صافي هادشي هذا كنا هادشي اللي فيه.
دونك لقيتو الفريت ولقيتو البطاطس اللي باقا ما ت هذا البطاطس والفريت تقريبا 160 عافاك باغي تعطينا فكره سي حسن شي معباه في شي بلاستيك ولا شي مازال مشتاش بالنسبه للحاله بالنسبه للحاله ديال سي حسن بالنسبه للحاله ديال الحاله فاسده حتى الريحه كاينه الريحه ديال كاينه الريحه وفاسده كاينه بزاف ماشي هذا السيدي راه شكرا لك سيدي يعني العثور على أطنان من البطاطس الفاسدة في بيت أحد الكوميديين المشهورين في المغرب. صبري كاميو لم يضر مكتوب
الناس واقفين بغيت يمشيو وكنت واخدين زعما بغيت نتلاس انا زعما بغيت زعما بغيت نتلاس انا 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 على اخر صندوق ياك طب قلبي تحت انا قلبي تحت اذا هذا هو اخر صندوق يمكن اللي تم العثور عليه في هذا المكان ديال البطاطس الفاسده وجات احدى الشركات اللي مكلفه بهذا الموضوع ديال الاغذيه الفاسده باش يديوهم المكان ديالهم هذه ثاني مره كيجيو لهذا البيت هذا اللي فيه البطاطا اللي كتكون فاسده وكيصايبها هذا السيد باش يحاول يديها يوزعها على الصناكات والشركات للاسف لقاوها فاسده خمسه خمسه هذا مازال خمسه خنشه هذه الصنادق وقيله سهله كتشوفوا معنا متابعيني سميتو بي حنا مازال كيخرجوا دوك البطاطيس يعني البطاطا اللي كيقول لك بيريمي ولكن الساكنه كلها كتقول بان هذا السيد هذا انت السيد العمر دارك وكانت البطاطا خايبه ولا خانزه غادي نسمو الريحه ديالها انت لا حنا ساكن حداه جيران وهكا نتمنوا ان شاء الله يكون خير يعني كتشوفوا مازال حضور نجد الدرك الملكي هذه بعض الكميات ديال البطاطيز تحية كبيرة لهاد العمال ها؟ تحية كبيرة لهاد العمال اه مازال تاكل كيخدموا بها اه كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في المجهود الكبير كيقوموا بهاد العمال هادو ها؟
باش نمشيو الله يرحمك. باش نمشيو الله يرحمك. باش نمشيو الله يرحمك. لا جيبوا ردوا انتم لا دور على دابا يلا سيرو دابا كيو 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 خلاص سيرو زرهم تمغني تمغني غادي